أريد أبدأ دكتور من قضية المنصة الإلكترونية التي تعاملتم بها مع الطلبة عموما في عموم العراق. هذه فرضتها الظروف، لكن يعني هل هذه فعلا المنصة الإلكترونية تجعل من الطالب مؤهلا لإداء الامتحانات النهائية، وكيف ستتم عملية التقييم من خلال المنصة الإلكترونية؟ شكرا جزيلا سيد الجزيل، مكرر شكري الجزيل لجنابك وكل المشاهدين قناة التغيير. بالحقيقة يعني هي مو مسألة جديدة منصة التعليم. يعني احنا قبل مصير أزمة كورونا يعني لا زال التلفزيون التربوي مشكورا بس من خلال كوادر التدريسية والتربوية الدروس والمناهج العلمية لكل أبنائنا الطلبة. بالحقيقة من صار موضوع الكورونا يعني بالتأكيد اتكثفت الجهود، وأيضا الوزارة يعني مشكورا وكل مديريات التربية وكل ملاكاتنا التدريسية والتربوية بدأوا يبثون الدروس والمناهج مالتهم عن طريق التواصل الاجتماعي، سواء كانت عن طريق المنصة أو عن طريق الفايبر والواتساب، وكو بعض يعني بعض المواقع الخاصة. وتدري جنابك أنه هذا الموضوع يعني لا احنا ولا المنطقة ولا حتى الدول المتقدمة جدا يعني قادرة على أن تغطي التعليم الإلكتروني 100%. لكن يعني تحت هذه الظروف بالحقيقة هي مبادرات حتى نخلي طلابنا يظلون مستمرين. نعم يعني اكو سؤال يسأل، هل انه كل الطلاب قادرين على التعليم الإلكتروني؟ هل انه تواصل لكل المحافظات؟ تمام. هل انه وزارة الاتصالات استطاعت مع خلية الأزمة انه توفر الحزمة الكافية لفتح كل المواقع؟ بالتأكيد راح نقول لك لا، راح تقول لي ايش قد اللي وصلوا. اذا قلت لك 40-50% احسن ما ان احنا نكون في 0%. لكن بالتاكيد الوزاره اتخذت مجموعه من القرارات، يعني واحده من القرارات اللي يخص بالحقيقه المراحل المنتهيه، يعني جنابك يمكن طلعت عليها، هنالك تقليص من المواد، هنالك حذف في بعض المواد. وراعوا بها ظروف الطلبة وراعينا ظروف العام الدراسي. هذه المراعاة أنا أريد أتوقف عندها يا دكتور. زاهمت معها التظاهرات ومن هنا أزمة كورونا، كل هاي الظروف احنا مراعية والوزارة مراعية، وأنا من خلال قناة التغيير أقول لكم اطمئنوا يا عوائلنا أنه احنا والوزارة وكل المدراء العامين دول أولادنا نريد نضيع سنة ولا نريد نعبر سنة احنا ونقول لهم انتم نجحوا بدون اي يعني اي دوام. يعني